ملخص الجولة الأولى من مباراة حسنية أكادير وفريق النهضة البركانية. انطلقت الجولة الأولى بكرة لفريق النهضة البركانية، كرة ثابتة لكن تدخل من مهدي الجرباوي لإيقاف الخطورة. عاد ماري من الطرف الأيسر تحضير الكرة في منطقة الجزاء، إمكانية لتسديد المراوغة من ياسين البحيري من الطرف الأيسر، تسديدة وتدخل من دفاع حسنية أكادير. تواصل الخطر من طرف لاعبي النهضة البركاني في محاولة منهم لتطبيق تعليمات معين الشعباني الذي أصر على بلوغ الهدف في الجولة الأولى. كرة في منطقة الجزاء، من ليوي يرتقي لها، يسددها براس وتدخل للحارس مهدي الجرباوي، ممكن اعتبارها الفرصة الأبرز في الجولة الأولى لهذه المباراة. النهضة البركانية الذي احتكر الكرة في الجولة الأولى من المواجهة من خلال يوسف ماري، تحضير الكرة لعبد الحق عسال الذي سددها لكن بعيدا. كرة تلخص ما وقع في الجولة الأولى من مباراة حسنية أكادير. النهضة البركانية التي انتهت بالتعادل 0-0. ملخص الجولة الثانية من مباراة حسنية أكادير وفريق النهضة البركانية. انطلقت الجولة الثانية برغبة الفريقين معا للوصول للمرمى. هنا تسديدة وتدخل الحارس الجرباوي والمتابعة في المرمى من ماري، لكن الحكم يعلن عن إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل. حسنية أكادير حاول هو الآخر الوصول للمرمى. كرة في منطقة الجزاء وتدخل دفاع النهضة البركانية. كرة ثابتة نفذها ياسين البحيري وتصدى لها بكفاءة عالية مهدي الجرباوي الذي أبعد الخطر عن مرمى. ينيس المدن شرب حظه الآخر في كرة ثابتة لكنه أخطأ وجهة المرمى. حسنية أكادير حاول الوصول لمرمى من الوعد لكنه لم يكن موفقا في ذلك، لتأتي الهجمة المرتدة التي قادها محمد مرابط وختمها في المرمى يوسف الفحلي، مسجلا بذلك أولى أهداف هذه المباراة. حسنية أكادير حاول بعد العودة في النتيجة وتسجيل هدف التعادل. كرة من نقطة الزاوية، المتابعة من ياسين رامي الذي سدد الكرة بعيدا عن مرمى الحارس من الوعد. فريق النهضة البركانية أتيحت له فرصة لحسم المباراة لكن يوسف الفحلي يفقد التوازن. الفحلي مرة أخرى وتدخل ألاسان بي. جونيور بيلي كاد أن يساهم في هدف لولا تدخل المساوي أمام ياسين رامي ليكون الختم من قدم اللاعب يوسف المهري الذي سجل الهدف الثاني الذي ضمن الانتصار للنهضة البركانية بهدفين مقابل شيء أمام فريق حسنية أكادير. مجهود كبير ليوسف زغودي ومهري يسجل هدف الانتصار.